فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب علي أن أفرض النقاب على زوجتي وأن تغطي وجهها، أم أن لها أن تكتفي بالحجاب دون تغطية الوجه؟ لا، ما تغطي الحجاب هو تغطية الوجه. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. والوجه هو أعظم الزينة، الوجه هو أعظم الزينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن يعني يغطن وجوههن من الجلباب، من طرف الجلباب وهو الجلال. نعم.